النهارده مثلا على السوشيال ميديا الدنيا مقلوبه، عشان استفتاء عاملاه رابطه الانديه عن افضل المدافعين في الموسم الماضي. اللي انا افهمه في هذا الامر، عندما يتم مثل هذا الامر او مثل هذا الاستفتاء، اول حاجه لو انت رجل خبير في هذه الامور هتعمل ايه؟ هبص في الورقه، حاجه بسيطه، او لو مش قادر ابص في الورقه هكتب على جوجل، هكتب على جوجل من افضل فريق في الناحيه الدفاعيه، هيطلع لي مين؟ ما تردوا يا شباب، هيطلع لي مين؟ النادي الاهلي طبعا، احسن فريق في مصر دفاعيا، صح؟ يبقى على الاقل، على الاقل خط الدفاع يبقى، يعني لو خدت اربع لعيبه لازم اخد فيهم واحد من الاهلي، مش هقول اتنين، خلاص. لو هتعمل على استفتاء يجب ان تكون بمثل هذه المعايير. طالما حضرتك ارتضيت ان الاستفتاء يكون للجماهير، ما ينفعش تعمل غلطه زي دي. مش ذنبي ان الاهلي شعبيته كبيره، ومش ذنبي ان الاهلي لاعبته متالقين، ومش ذنبي ان لعيبه الاهلي متالقين طوال الموسم. مع احترامي لكل هذه الاسماء الرائعه المحترمه، محمود علاء واحد من الناس الكويسه جدا، حسام عبد المجيد رائع، علي جبر واللي موجودين، ومحمد دبش هايلين ورائعين، وحسام عبد المجيد طبعا هايل ورائع وكل حاجه، ولكن حضرتك حاطط اربعه، مش حاطط فيهم النادي الاهلي الافضل دفاعيا، او لاعب من النادي الاهلي الافضل دفاعيا؟ طب مين هيصدقك؟ طب مين هيخش يصوت على هذه الامور؟ مش يصوت يعني يلطم، لا، مين هيخش يعني يخش على هذه التويته ويكتب؟ على الاقل جمهور النادي الاهلي كله اللي بينجح اي استفتاء مش هيخش. فعشان كده نتيجه الاستفتاء انا بقول لكم من دلوقتي هتبقى غريبه، لكن طالما ارتضيت براي الجمهور في الاستفتاءات خليك محايد وحط لعيبه النادي الاهلي واشوف النتيجه. النتيجه طبعا بالنسبه لي معروفه، وبالنسبه لجمهور النادي الاهلي معروفه، وكانت باينه طول الموسم في استفتاءات رابطه الانديه. راجعوها من اول الموسم لغايه دلوقتي وهتعرفوا. المهم يعني الرابطه حست انها غلطت، فحبت تتدارك الخطا، فنزلت استفتاء تاني للمدافعين وحطت فيه مين؟ محمد كابتن محمد عبد المنعم. يعني الاربعه الاولانيين وبعدين اربعه تانيين. وانا طبعا متاكد من هذه النتيجه، الاربعه دول طبعا لعيبه كويسه جدا ومحترمه وهايلين، واحمد بكم ومنعم وعمر فايد ده على ما اتذكر، في كلهم الحقيقه لعيبه جامده جدا وهايلين ورائعين وكل حاجه، ولكن انا متاكد ان محمد عبد المنعم هو الافضل في هذا الموسم، وبالتالي يستحق ان يكون الافضل. فالنتيجة معروفة من قبل ما تخلص مدة التصويت، لأني متأكد، لأنك حطيت محمد عبد المنعم. كمل بقى باقي الاستفتاءات وحط باقي نجوم النادي الأهلي ونشوف. في وسط الملعب، بالمناسبة النادي الأهلي أفضل أرقام في كل شيء. أفضل الأرقام في كل شيء. وأنا هنا ما بقولش النادي الأهلي وأي وخلاص، لا، أنا بتكلم بالأرقام التي دائما الكلمة اللي بنقولها لا تكذب ولا تتجمل.